الدوليه الكبيره. لكن خليني اقول لكندا بشكل مختلف. وصلنا النادي الاهلي، وكان دخولي كنادي الاهلي الاول يوم رحت فيه النادي الاهلي كان شعورك ايه؟ كنت مبسوطة عشان تجربة جديدة، ودايما النادي الاهلي معروف ان هو عنده ابطال كتير وكده، ويعني حبيت ان انا ابدا اجرب، وحبيت المكان والتمارين هناك وكل حاجة منظمة ونظام، وبدات اخد كاسات هناك وانا هناك ومدربين كويسين يعني تمرين كويس وكل حاجة، يعني في كل فتنس وسكواش وكل حاجة. لما يكون بطل ونجم وكمان بيتكلم في تعليمه او تعليمه ويكون دكتوره اسنان، الموضوع صعب جدا. عايز اعرفكم ان كابتن ندى او دكتوره ندى هي دكتوره اسنان، والاثنين مشوا مع بعض. ازاي مشيت الاثنين مع بعض؟ الموضوع صعب جدا، دكتور اسنان وفي طنطا صح كده، وبتيجي مصر وتدريبات، الموضوع صعب جدا. لازم تحكي الحكايه عشان كل الناشئات عندنا يعرفوا ان التفوق العلمي هو تفوق رياضي. في الاول كان صعب عشان كنت لازم اروح بقطر وارجع وكده عشان الكليه. بدات اظبط مثلا على الاقل يومين هنا في القاهره والباقي في طنطا، عشان يعني السكواش ما يقعش قوي مني. وبعدين بدات لما خلصت كليه وكده بدات اقعد هنا اكتر واركز هنا واتخرجت. السكواش بياخد مني كام ساعه في اليوم تدريبات؟ مش اقل من 4 ساعات مثلا. 4 وتعليم، 8 الصبح، 6 ساعات الصبح في الكليه، و4 مذاكره، دول كده عملوا معاك كام ساعه؟ تقريبا 16 ساعه. بتنامي 8 يا شهر ولا بتنامي اقل من 8؟ لا ممكن اقل، اقل من ساعات 8. ما كنتش بنام عشان كمان